لا فرق بين الموت السريري وتوقف النبض عن الحياة، فكلا الخيارين مر. جرح الحرب الفئة التي تقف على مسافة قصيرة بين النهاية وانتظار البقاء، تعيش فصولا من المعاناة لا تنتهي. البعض ينتظرون الموت بفارغ الصبر، وآخرون في انتظار المنقذ الذي لم يأتي. هي الحرب حين تدور تتقطع السبل بأول المتضررين منها، بعد أن فقدوا إمكانية العلاج في مستشفيات مدنهم التي نالت نصيبها من قذائف هجمات الميليشيا. لا دواء ولا مستلزمات، فيما أعداد الجرحى تفوق طاقة ما تبقى من المستشفيات العاملة والكوادر الطبية. حالة الاستياء في أوساط الجرحى ليست جديدة، رغم ذلك لم تقدم الحكومة أي حلول، فارتفعت أصوات الاستغاثة أكثر. ورغم التحركات التي تقودها بعض الدول للمساعدة في علاج ضحايا الحرب الجارية، فإن المنظمات المحلية ترى في الأمر ما يثير القلق من الأوضاع الصحية للمئات منهم، فبعض الدول لا يمكنها إجراء العملية الجراحية ما لم تدفع السفارة اليمنية مستحقاتها السابقة. أكثر من 23 ألف جريح بحسب إحصائيات حكومية حتى الآن، جميعهم خضعوا لعمليات جراحية في الداخل، فيما 3800 جريح يتلقون العلاج في الخارج. وزير الصحة ناصر بعوم أكد في تقرير ناقشه مجلس الوزراء أن ما يزيد عن 4000 جريح في الداخل بحاجة للعلاج في الخارج، وقد أقرت اللجنة الطبية خطورة إصابة أكثر من 600 جريح بحاجة لتدخل عاجل ونقلهم للعلاج خارج اليمن. رغم كل هذا لم يحدث أي إسعاف لملف هؤلاء، حيث تستمر فصول المعاناة باستمرار حالة التجاهل وبقاء ملفهم رهن مسار التفاوض الدبلوماسي بين الأطراف، فلا أحد يعرف من المستفيد من بقاء الجراح مفتوحة وعلى هامش الاهتمام الرسمي. علاوة على كونه واجبا تفرضه تضحيات المقاومة، فإن الاهتمام بأوضاع الجرحى والتكفل بعلاجهم يوفر ضمانة لنزع فتيل توترات سياسية واجتماعية تبدو اليمن في غنى عنها.